من كام سنة كده فكركم يعني، وانا عارفة ان يعني اي حد فينا مش عايز يفتكر، بس من كام سنة كده كنا في شهر رمضان الكريم وكان التيار الكهرباء بيتقطع كتير وكان في حر وكان الظرف مش لطيف وكنا عندنا أزمة كبيرة قوي. انا بتكلم ما قبل حل أزمة الكهرباء. فعشان كده بقى في سؤال مهم في كل رمضان عن الكهرباء وانقطاع الكهرباء. طبعا انتاج مصر من الكهرباء في منطقه تانية دلوقتي، ما بقيناش نحس خالص بحته انه في مشاكل في التيار، وتحديدا احنا لسه مش في فصل الصيف والامور هاديه جدا. لكن وزاره الكهرباء في تصريح رسمي قالت انه نسبه الاحتياطي اليومي في الشبكه القوميه للكهرباء خلال شهر رمضان بيوصل ل من 15 ل 20 ألف ميجا وات. طيب احنا مش فاهمين الارقام دي معناها ايه؟ ببساطه جدا انه تقريبا ضعف العام الماضي من انتاج الكهرباء، لانه السنه اللي فاتت كان حوالي 12 ألف ميجا وات يوميا. الكهرباء كمان وزاره الكهرباء بتعلن حاله الطوارئ في كل القطاعات تحسبا لاي انقطاعات ممكن تاثر على اماكن بعينها. هيفضل عندنا بقى شويه اسئله. احنا اتفقنا انه شهر رمضان مفيش اي مناسبه ولا داعي للاسراف في اي حاجه، وتحديدا في الاكل وكمان في الكهرباء، لكن عندنا شويه اسئله في بعض المناطق اللي شهدت انقطاعات بسيطه في الفترات اللي فاتت. دكتور ايمن حمزه متحدث باسم وزاره الكهرباء، مساء الخير عليك وكل سنه وحضرتك بالف خير. كل سنه وحضرتك طيبه وجميع مشاهدينك والمصريين كلهم والمسلمين في كل الدنيا كلها بخير وسعاده ان شاء الله. يا رب بالف خير. لو حصل انه في انقطاع للكهرباء، اسهل طريقه للتواصل ومعرفه المشكله وتوقع انها تتحل يبقى ازاي مع وزاره الكهرباء؟ اسهل حاجه واشهر حاجه دلوقتي اللي هو الخط الساخن. الخط الساخن هو 121، ده بيستقبل البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعه، سواء الاتصال من المحمول او الارضي على 121 على مستوى الجمهوريه كله. وهو بدوره بيحول البلاغ دوت للاداره اللي تابع ليها، وبياخد رقم للشكوى عشان يقدر يتابع ما تم فيها، وعلى طول بتتجه او يعني بتتوجه الفرق الطوارئ. احنا عندنا فرق طوارئ او فرق الولادي والتشغيل ورجاله الكهرباء موجودين على مدار 24 ساعه بالنهار بالليل وقت الفطار في اي وقت. يعني احنا عندنا الفنيين والمهندسين على اعلى مستوى معاهم المهمات الكهربيه واللازمه، ويعني بتتجه لمكان العطل. واحنا عندنا كمان في غرف عمليات في الوزاره وشكل القبضه الكهرباء مصر اللي متابعه كمان البلاغات، يعني البلاغات كام بلاغ، معدل الاستجابه، العطل اتصلح بقى قد ايه، كل الحاجات دي احنا متابعينها. كنا زمان يا دكتور بنسمع جمله كده دايما تتقال انه اصل زياده احمال، الكهرباء قطعت زياده احمال. بتصريح وزاره الكهرباء النهارده نقدر نقول ان ده مستبعد يحصل؟ مش ده سبب العطل دلوقتي في 2022 يعني؟ لا احنا الحمد لله احنا زي ما حضرتك اشرتي احنا ما عندناش تخفيف الاحمال. احنا عندنا احتياطي محترم كويس جدا ويلبي الاحتياجات الحاليه والمستقبليه. والاحتياطي بتاعنا يمكن من الصيف اللي فات مثلا كان اقصى حمل وصلنا له وكان اول مره نوصله في مصر كان حوالي 34000 ميجا وات. وكان عندنا احتياطي بخلاف او بالاضافه للي كنا بنصدره حوالي تقريبا 12000 ميجا وات. عايز اقول لحضرتك يعني لمحه كده عشان يبان التغيير اللي حاصل زي ما حضرتك اشرتي، لما كنا بنقول في 2014 وما قبل كده كان اقصى حمل وصلنا له 24000 ميجا، وكان في تخفيف للاحمال، كان في تخفيف الاحمال ساعتها بقى بيصل من 3000 ل 4000 ميجا، ووصل في احد الايام 6000 ميجا وات. فاحنا اتنقلنا لمنطقه تانية خالص. الطفره الكبيره والدعم الكبير اللي خده القطاع الكهرباء من سياده الرئيس و التعاون الكبير اللي وصلنا له الحمد لله بقينا في منطقه زي ما حضرتك اشرتي، منطقه ثانيه يعني مختلفه خالص. فبالتالي ما فيش تخفيف احمال. يمكن بعض الشبكات، احنا عندنا شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء برضو عشان دي بتكمل جوده التغذيه الكهربائيه. شبكات نقل الكهرباء قطعنا الحمد لله شوط كويس جدا جدا فيها. الشبكات التوزيع قطعنا شوط كويس، بس ما زال في بعض المناطق شغالين فيها
بس اللي تم الطفره الكبيره اللي تمت في شبكات توزيع الكهرباء بقى المردود بتاعها ايجابي جدا في استقرار التوزيع الكهربائي، وده احنا حاسينه. يعني احنا حاسينه حتى لو حصل انه الكهرباء بتقطع عمرها ما بتبقى طويله، يعني ما اعتقدش انه الشكوى القديمه بتاعه انقطاع الكهرباء لفتره مؤثره ده لسه موجود. لكن عندنا بقى سؤال يا دكتور، انه هي الكهرباء غاليه واحنا عارفين انها غاليه، وكل ما نسالكم هترخص امتى بتقولوا لنا لا لسه شويه. فايه النصايح اللي يمكن الناس ما تعرفهاش؟ اكتر اجهزه كهربائيه مثلا بتصرف كهرباء، فكره الشحن مخليه الناس قادره تراقب استهلاكها، فقادره كمان تكتشف انه انا عايز اقلل. اللي عايز يقلل استهلاكه يعمل ايه؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني احنا برضو بنأكد من خلال حضرتك ان احنا لما بنقول ترشيد، مش ترشيد علشان في مشاكل في الكهرباء او في عدم تلبية الاحتياجات، ولكن علشان احنا كمواطنين بقى ما نفاجئش بفاتورة معينة او قيمة استهلاك في نهاية الشهر تتعدى الميزانية بتاعتنا. هو الترشيد هو الفلسفة بتاعته ان انا استخدم المورد اللي موجود عندي او الخدمة اللي موجودة عندي بما يعود عليها بالنفع واللي انا محتاجه بالفعل. يعني لو انا في اجهزه موجوده في البيت شغاله وانا مش محتاجها اطفيها، افصلها من مصدر الكهرباء، ما اكتفيش ان انا اطفيها من الريموت كنترول، ان الريموت كنترول برضو بيبقى الجهاز شغال. كمان الاضاءات نفس الحكايه، يمكن احنا في رمضان كلنا بنجمع في مكان واحد، فبالتالي ما فيش داعي ان الاضاءه تكون في البيت كله منوره او التلفزيونات منوره. الحاجه الثانيه المهمه هو الترشيد في الاجهزه اللي بتسخن، بيحصل فيها تسخين زي السخان الكهربي، زي الافران الكهربيه، زي الميكروويف، زي الكاتل او اللي هي الغلايه بتاعه الشاي. الحاجات دي كلها دي بتستهلك كهرباء. يعني حتى اللي بيستخدم الكاتل او غلايه الشاي دي يعمل على قد ما هو هيستخدم، مش كل مره يملاها للاخر. مفيش داعي املى الكاتل كله. وبالتالي انا برضو استهلكت كهرباء كتير. الحاجات الافران الكهربيه لو انا اقدر استبدلها بالافران اللي هي بتاعه البوتاجاز والغاز هيبقى مش هيبقى فيها استهلاك كهرباء كبير. السخان الكهرباء لو انا قبل ما احتاج، قبل ما استخدمه بربع ساعه ونص ساعه شغلته، يبقى برضه دوت بيبقى هيقلل في الاستهلاك بتاع الكهرباء. حلو، يعني كل ما هو تسخين ده بيسحب كهرباء كتير. كويس جدا. الحاجه الثانيه بقى، يمكن برضه زي ما حضرتك اشرتك، ممكن في رمضان ممكن يبقى فيها بعض ارتفاع درجات الحراره، يجي دور بقى الاهتمام بموضوع التكييف. التكييفات مهم قوي ان انا اتاكد من الصيانه الخاصه بيها، نظافه الفلاتر، الصيانه الموجوده بالنسبه للجهاز نفسه عشان يديني الكفاءه المطلوبه. كمان في نفس الوقت ما فيش داعي ان انا اقلل درجه حراره 24 او 25 درجه، هيبقى فيها استهلاك اكتر. واتاكد من ان الباب او الشباك اللي هو في المكان اللي انا ببرده دوت ما يكونش فيه تسريب للتبريد اللي موجود. الحاجه الثانيه برضو اللي احنا برضو ما ناخدش بالنا منها، موضوع برضو الغسالات الفول اوتوماتيك، ان بيبقى فيها برامج فيها تسخين كتير وانا مش محتاجه، خلاص مش داعي ان انا استخدم البرنامج دوت. الحاجه برضو المهمه، اي جهاز كهرباء انا ما بستخدموش افصله من مصدر الكهرباء. هي دي معلومه الحقيقه 90% من بيوتنا ما بتعملهاش، ويمكن ده اللي ممكن يزود معدل استهلاك مثلا 10 او 20%، صح؟ مظبوط ممكن تكون كل فكره جهاز اشيل الفيشه مش بس اقعد في الجهاز، لما تجمعيهم يبقى استهلاك كتير. انا عندي بس يتبقى حاجه بقى، احنا بنتكلم عن الترشيد، وثقافه الترشيد اصلا هي ثقافه، يعني ده جزء من اني ابقى انسان متحضر ان انا برشد في استهلاكي. لكن قصاد الترشيد في ظاهره بتحصل، وانا عارفه ان وزاره الكهرباء بتعاني منها كل سنه، هي فكره سرقه الكهرباء. وتحديدا انا بسمع عن فكره سرقه الكهرباء عشان زينه رمضان، بحس هو بتحتفل يعني مش لايقه على بعض، انا بسرق عشان احتفل برمضان. فاحكي لي الى اي مدى ده صح وبيحصل، وازاي الوزاره بتحاربه؟ يعني هو طبعا يعني زي ما حضرتك اشرتي، احنا ده شهر يعني فضيل وكلنا بنفرح بيه ومبسوطين بيه، ويعني لا افرح على حسابك بقى مش على حساب الاخرين، مش كده؟ طبعا هو لان غير كده يعني الشخص نفسه هيحط نفسه تحت طائله القانون، لان في اليات كتير عشان ترصد موضوع سرقه التيار الكهربي، عشان دي من ضمن التحديات اللي احنا بنواجهها.
لان ده يعتبر استهلاك من الموارد بتاع الدوله يعني بدون عائد. فبالتالي احنا عندنا شوط الكهرباء بتقوم بدور مهم جدا، عندنا الضبطيه القضائيه بشبكات توزيع، شركات توزيع بتقوم بدور مهم جدا، المحليات بتقوم بدور مهم جدا، كمان القانون واللوائح الخاصه بسيادة التيار الكهربي بتدفع الشخص اللي حصل على التيار الكهربي دوت. اولا المحضر بيبقى فيه محضر سيادة التيار الكهربي ممكن يتحول للنيابه، يبقى فيها حبس، يبقى فيها غرامات كبيره، حتى لو تصالح بيبقى التصالح بتبقى قيمته كبيره لان بيتم تقدير الاستهلاك وبيتم مضاعفته، ممكن توصل ل 12 ضعف علشان نقلل الموضوع سرقه التيار الكهربي دوت. وطبعا زي ما حضرتك اشرتي يعني في اليات كتير، احنا حتى يمكن العدادات اللي هي بيسموها الكودي للمباني المخالفه احنا فاتحينها علشان يبقى العداد ده يحسب الاستهلاك الحقيقي بتاعه. وكمان موضوع الزينه ده برضو يعني مهم قوي ان انا يعني ازين وافرح بس من مصدر يكون قانوني، مش ما بحطش نفسي تحت طائله القانون. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه متحدث باسم وزاره الكهرباء. هي في كل الحالات سرقه الكهرباء هي وصمه عار بصراحه، يعني حاجه بحب انها ببقى نفسي يبقى في سيستم كده للجرائم المخله بالشرف اللي الناس بتعديها. يعني سرقه اي حاجه، استباحه اي حاجه، احساسك بتخريب المنشات العامه، عارفين الحاجات اللي بتشوفها كده وبتفور دمك، اللي بيرمي حاجات في الارض في الشارع، اللي بيرمي مخلفات البناء تلاقيها على طريق يجنن وجديد ولسه تم افتتاحه وتلاقي حد بيرمي ده، السلوكيات دي كلها جرائم انسانيه يعني. لحد ما يبقى في اليه لضبطها كلها هي لازم تستنكر اجتماعيا. يعني بلاش الضحكة السمجة بتاعة التصالح مع السفاهات والسخافات اليومية اللي هي بالمناسبة سرقة وفساد وكل ما عايز تسميه. ما تقعدش بقى تتصالح معاها وتسميها أي اسم، ما تقولش كل سنة أنت طيب، لا أنت مش طيب أنت مش معانا. فهي بكل المعايير في شوية سلوكيات كده ما تلقش على السلوك الطبيعي المحترم، وما تلقش طبعا على شهر رمضان الفضيل. يعني ذكر سرقة الكهرباء معرفش فكرنا بحاجات كتير قوي بتحصل لا تقع تحت مسمى الاحترام ولا الإيمان ولا التقوى بأي شكل من الأشكال.